من المشاهدين في قناة شوفتي فيما حالا بيكون في هذا المباشر من مواصل قناة الضاربة كتشوفوا هنا عدد من عناصر ديال الأمن الوطني وعدد من أعوان ديال السلطة تابعين للملحقة الإدارية درب الرمار كقوموا مداهمة أحد مقاهي الشيشة المتواجدة هنا وسط مدينة الضاربة. مقاهي الشيشة تكون عادة تتم المداهمة ديالهم بعد ما تكتشف شكايات طارت السكينة، يا إما كتكونوا فوضى يا إما كيكون كيعرفوا بأن هذه المقاهي كيترددوا عليها أشخاص مشردين. تتم هذه المداهمة مرة من طرف رجال الأمن ورجال أعوان السلطة. كيف كنقولوا على الفلق كيتم ايقاف عدد من المشتبهين وكيتم تنقيط ديال المرتدين ديال المقهى باش ربما يكون شي شخص مبحوث عليه او كتكون شي شابة كذلك مبحوث عليها كتكون كتعاطى مادة الشيشة كيتم الإيقاف ديالهم داخل مثل هذا الأماكن. كما كنشوفوا عدد من رجال الأمن أعوان السلطة كيقوموا بمداهمة ديال المقهى ديال أحد المقاهي اللي خاصة ببيع مادة الشيشة هنا بوسط مدينة الضاربة كيقوموا بحجز عدد من النرجيلات دابا انت واقف مورايا وكتقول لي عندك تصورني، ما فهمتش انت لهاد الجهه وانا نصور لهاد الجهه وانت كتقول لي عندك تصور. لا ما صورتكش، ما نصور كنعرف اش كندير. وكذلك إيقاف المشتبهين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.